قبل هذا كانت هذه المساحات من الأراضي الجرداء القاسية بمنطقة الخنق بالأغواط صفراء بور قاحلة، تحولت إلى أراضي خصبة ومنتجة بفضل سواعد هذا الشاب إسماعيل كامل الذي يعد نموذجا رائعا للإرادة والعزيمة. قبل كانت هذه كاع مش مسوية، مش مراقلة، ضربنا واحد العام ولا احنا نخدموا فيها نهيئوا فيها، والعام اللي فات درنا إنتاج تاع قمح كيما هاك، ورانا كيما نقولوا حصدنا العام اللي فات ودينا إنتاج دابا سنلنا شوية، ودركا راه كانت عندنا العام اللي فات واحد 5 هكتارات، ودركا رانا زدنا وتوسعنا شوية، كانت منا أي مش مردومة كيما تشوفوا محولين التراب والآخر نردموا فيها. بعد تخرجه من الجامعة برتبة مهندس، أدرك إسماعيل ومعه إخوانه أن البطالة والضياع بين مغامرات الهجرة لا تعني شيئا إلا العمل في الفلاحة. يا ودي الشباب وين يروح؟ الشباب اللي يخدم قاع أرضه ياسر، يا أرضه تكفيه ما عدوش وين يروح. يا إنسان كيما نقول اللي عنده أرض لازم يخدمها، يستثمر فيها، يدير بشوي 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 باه يزيد تولي أمور تمشي ماشية لا بأس. بصح كيما نقولوا الناس راه كيما نقولوا تحوس على الربح السريع، صعيبة الصحراء شفافة ماشي واعر شيبات، بصح بالمعافرة وبالصوالح هذه تخدم إرادة، لازم تولي عندك إرادة، وذوك حاجة ما تجيبهاش بالسهل. من البلاد منا كيما يروحوا الشباب والو، نخدم بلادي يعني قاعدة هنا في ستة، شنو ندير بلاد وخدا خلاص ياسر عليا بلادي. والله ياسر الظروف قاسية هذه بنانة زينة قاع. تبقى المرافقة والدعم والتشجيع والأخذ بيد هذا النموذج من الشاب الجزائري المنتج ضرورة في ظل المتغيرات الحاصلة.